يعني الحقيقة فترة كانت كلها إصابات، مجموعة كبيرة من اللاعبين عندهم إصابات، مجموعة كبيرة من اللاعبين مستواهم الفني بعيد عن المستوى المأمول منهم، ولكن إزاي قدرت تلم هذا الموضوع، خصوصا في أن أنت كان عندك أول مباراة أنت جيت لعبتها ضد واحد من الأندية المنافسة نادي بيراميدز واتغلبت في أول مباراة. Bueno, creo que es un trabajo de todos, ¿no? Lo primero fue plantear cuál era el panorama. وكنا شفنا تشكيل اللعيبة. Tratar de que cada uno de ellos hiciera lo mejor posible para recuperarse, descansar bien, alimentarse bien. احنا طلبنا من اللعيبة ان هي تبذل كل ما اقصى ما تستطيع ان هم يتدربوا كويس ويتفهموا. Es un deporte colectivo. ويتفهموا ان هي لعبة جماعية. Y que no íbamos a salir de un día para otro, que necesitábamos tiempo. Pero la medida que fuéramos encontrando resultados, وكنا بنسعى دايما لتحقيق نتائج إيجابية وقدرنا نتحسن في مستوى اللعيبة ومستوى طبعا اللاعبين. Futbolísticamente. على مستوى الكورة. Y sobre todo en la cabeza, ¿no? Desde el punto de vista mental. ودايما من الناحيه النفسيه برضو حسنا الناحيه النفسيه وخرجنا من ده ان شاء الله. طيب النادي الاهلي دايما يا كوتش بيلعب على المركز الاول، المركز الثاني بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه لجمهور النادي الاهلي لا يمثل اي شيء، من الثاني زي الاخير بالظبط، في حتى في بطوله الدوري، في البطوله الافريقيه، في كذا في كذا. هل ده بيمثل ضغط عليك كمارتن لاسارتي لاول مره يكون موجود في مصر كمدير فني للنادي الاهلي؟ En realidad yo no lo vivo como una presión. هو ما يشوف لا أراها كضغط عليا. Como una casi como una forma de vida, una forma de sentir el juego. ده جزء من اللعبة نفسها ولعبة الكورة. Yo cuando gano estoy contento. أنا لما أكسب الماتش بكون سعيد. Y cuando no gano estoy triste. ولما أخسر ماتش بكون حزين جدا. Y quiero siempre quiero estar contento, quiero estar feliz. ودايما أتمنى إن أنا أكون سعيد دايما وأفوز دايما. Por lo tanto quiero ganar siempre. لهذا أتمنى الفوز دائما. A sabiendas de que no siempre es posible. وانا عارف ان ده دايما مش ممكن يكون دايما ده الحال يعني. Pero no lo vivo como una presión. لكن ما بشعرش بده كضغط عصبي عليا. Lo vivo como un objetivo a tratar de conseguir. لكن ده هدف بسعى له دايما.